Ja. مرة أخرى يحل موعد توزيع جائزة الفن السنوية. إنه الوقت السحري الذي يكرم فيه عالم الموسيقى الفنانين الكبار الذين قدموا أعمالا فنية رائعة. أقدم لكم عريف الحفل رئيس الفنانين. ولكن للأسف لم يستطع الحضور. فعوضا عنه نقدم لكم صالح مخلوق البحر الأخضر اللطيف. مرحبا يا جماعة، سنمنح الجائزة الأولى لأحسن مغني الأغاني الحديثة بصوت أو بدون صوت. الفقرة الأولى هي للمغنية المشهورة من فيلمها الشهير أحس بالوحدة عندما أكون معك، يرافقها في عزف موسيقي للأغنية المجموعة الموسيقية من فيلم مدينة الألعاب اللامسلية. يا وليدي يا وليدي يا صغيري يا حبيبي، آه لو تعلم كم أنت من القلب قريب. والآن المتسابق الثاني شاكر السكين الحاد. لا 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 لا. نعم، وإليكم الآن مغنيكم المفضل بدران راعي البقر. أسعى وفي فؤادي أنشودة تنادي. أفلان فتغني لكم ديناصور إحدى أغانيها التي غنتها بنجاح في أحد أفلامها الاستعراضية المشهورة. تعال يا 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 وأخيرا وليس آخرا نقدم صبر الشره. إن كنت شخصا جاهلا أو أبلها أو غافلا أو عالما أو فاضلا أو فطنا أو كاملا، إذا تقدم سائلا شخصا ذكيا عاقلا، إذا تقدم مني. وهل توصل الحكام إلى قرار؟ نعم قررنا. أعطني الظرف رجاء. الفائز بالجائزة هو جميع المغنين، جميعكم. ما أجمل الموسيقى. تفضلوا استلموا جائزتكم معا. مغنها رفيع يحبها الجميع. والآن ننتقل إلى فقرة الليلة وهي تقديم جائزة خاصة تمنح مرة واحدة ولشخص واحد عن أغرب أغنية قدمت هذا العام. المتنافسان عليهما حسون الملعون وفرقة النمل الآلي التي ستقدم لكم أغنية نحن النمل الآلي من أحد الأفلام الآلية التي ظهروا فيها. حانت عودتنا، ما أحلاها نزهتنا، حانت عودتنا، قضينا فيها أوقات لطيفة. والآن كان بودي أن أمنع أقدم حسون الملعون في أغنيته المفضلة المعروفة إن إنه سيمزق آذاننا بها. هل توصل الحكام إلى قرار؟ نعم توصلنا. الظرف رجاء. الفائز بالجائزة هو
النمل الآلي. النمل الآلي حتى ليس العالي، يا آآ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 
إنني لم أنتهي بعد. انظر كيف أحصل على الجائزة أخيراً.